الملكية التي نص عليها الدستور. دستور 2011 لجميع المناطق أن تأخذ حقها ولجنة كافو الفرص. المدينة الدار البيضاء هذا العام يتهمش 40 نقطة في علاش هذا السبب الاحتجاج ديالكم في دورة تاع مجلس مدينة الدار البيضاء اليوم؟ حنا جينا السبب لأنه عرفنا بأنه حي الحسن ما مدرج في المجلس الدورة العادية الهادي ديال مجلس المدينة، لهذا جينا باش نعبروا على الصوت ديالنا في غياب ممثلين على الساكنة اللي ما عرفناهمش يا هما جالسين لداخل، ولكن ما كاين حتى شي حاجة على حساب منطقة حي الحسني، علما بأنه حي الحسني راه تقريبا واحد عنده واحد مساحة كثير كبيرة بالنسبة لوحدة المدينة، ولأنه حي الحسني مهمش إلى أقصى درجة، حي الحسني هو اللي كيصدر الحمير، كيصدر الكراس، كيصدر بزاف الحوايج من تما كيدخلوا المدينة، لأنه هو اللي خصو يتنمى، هو حي الحسني هو اللي خصو تنطلق فيه التنمية، أما وسط المدينة باقي تزيد باقي تزيد حشومة وعيب. يعني بالنسبة لكم كما قلتوا بأن وحدة نظام المدينة ظلم الحي الحسني. لا ظلمنا حي الحسني، وعلما بأنه حي الحسني هو كيعطي واحد الميزانية كثيرة المعامل وبزاف الحوايج كيعطي حي الحسني الولفة لساسفق، فهادو كيعطيو واحد الميزانية كثيرة لوحدة المدينة، ولكن حي الحسني ما كيستافد منه حتى شي حاجة في وحدة المدينة، حنا ولينا مضرورين في وحدة المدينة، ولينا كنقولوا ارجعوا لنا كله يسير المنطقة ديالنا.